ترس السفينة الآن على شاطئ ميدان التغيير. قائد هذه الرحلة ملهم العسوي. سفينة النجاة. شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير فيه إرادتنا، فلنعرف هذا التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صلي على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا. فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وأولى حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مع أولى حلقات برنامجكم ميدان التغيير إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في كل ليلة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموعد في الواحدة والنصف. إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي دائما، كل يوم في جديد، كل يوم في محاور جديدة، كل يوم في موضوعات نناقشها بإذن الله تبارك وتعالى، ونواكب الأحداث ونساير كل حدث يتم في مصرنا الحبيبة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أمين أمين يا رب العالمين. من حسن الطالع مشاهدينا الكرام أن نبدأ أولى حلقات برنامجكم ميدان التغيير مع أولى أيام شهر رمضان الكريم، ونبدأ مع السهرة القرآنية. نبدأ بالقرآن الكريم، فما أجمل العيش مع القرآن الكريم، وما أحلى أن نعيش مع القرآن الكريم وفي ظلال القرآن الكريم، ومع الأصوات الندية، الأصوات الجميلة، الأصوات الرائعة التي يعني تمتعنا بأصواتها، ونعيش معها ونعيش مع حلاوة القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله لهم التوفيق دائما. ولكن إحنا في هذه السهرة وفي كل يوم اثنين إن شاء الله تبارك وتعالى نسعد دائما بالمشاركة معي في تقديم هذه الحلقات، في حلقة كل اثنين مع السهرة القرآنية مع الحبيب أحمد حسان، نسعد به إن شاء الله يكون معنا في كل حلقة، في كل يوم اثنين إن شاء الله في حلقات السهرة القرآنية. وحنعمل شيء جديد النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الاثنين على وجه التحديد. إحنا طبعا هيكون معنا أصوات ندية بإذن الله تبارك وتعالى، هنختار أفضل صوت من هذه الأصوات. كل حلقة إحنا هناخد تصويتكم وهناخد آراءكم وهناخد مداخلاتكم، وتقولوا لنا أفضل صوت معنا في هذه الحلقات. مثلا حلقة اليوم معنا أربع أصوات، هيبقى في فاصل أول وفقرة أولى وفقرة ثانية، هنختار أفضل صوت في حلقة اليوم، ثم في الأسبوع القادم، ثم في كذا إلى نهاية رمضان، فهيبقى معنا أربع أصوات من أربع حلقات، أفضل أصوات، ويتم في النهاية من أربع أصوات نختار منهم أفضل صوت إن شاء الله، ونقدم له هدية بإذن الله تبارك وتعالى تليق بأنه حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى وحافظ للقرآن الكريم. في البداية مشاهدينا الكرام أرحب بالحبيب أحمد حسان، أهلا وسهلا. أهلا بك، سعداء بك، الله يبارك فيك. ويعني بعد طول انتظار وغيبة طويلة تعود إلينا ومع إلى قناة الرحمة ومع القرآن الكريم. أنا سعيد والله بوجودي في قناة الرحمة المباركة وبوجودي مع حضرتك في هذا البرنامج. أهلا وسهلا. وأحب أن أهنئ مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الرحمة بهذا الشهر الكريم، أسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة علينا وعليكم. آمين. وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب. طيب. آمين. ونرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في الفقرة الأولى. معنا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة فضيلة الشيخ أحمد مطاوع، أهلا وسهلا، سعداء بك، ربنا يكرمك. وأيضا معنا الشيخ الحبيب اللي دايما بنسعد به في شهر رمضان. شكرا. وبنستمتع به دائما بصوتي القوي الندي، الشيخ سيد ورد، أهلا وسهلا. أهلا بك، سعداء بك، كل عام وحضرتك بخير، وكل عام والأمة الإسلامية بخير وفي أمن وأمان يا رب، اللهم أمين. هنبدأ مع الشيخ أحمد.
احمد الشيخ احمد مطاوع. انا عايز اقول بس للمشاهدين الكرام قبل ما نبدا مع الشيخ احمد ان شاء الله في الفصل الثاني معانا مشايخنا الكرام الشيخ ابراهيم حامد والشيخ محمد عبد الرافع السوهاجي عشان برضو المشاهدين المتابعين، وان شاء الله نبتدي بقى مع شيخنا الشيخ احمد مطاوع. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عايزين نستمتع كده يا مولانا. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. الشيخ سيد مولانا منور. الله يكرمك. تفضل مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجازلهم بالتي هي أحسن. الله الله الله. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
الله الله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين يا شيخ سيد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما الله 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 تاريخ ولا صبرتم له خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا بالله الله 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 ما شاء الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نعم. ولئن صبرتم له خير ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله صلى الله عليه وسلم ولا تحزن مما يمكرون الله الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك يا شيخ سيد بسم الله ما شاء الله شيخنا شيخ أحمد عايزين نسمع من حضرتك آيتين كمان والشيخ سيد بقى يكمل وراك هنحسب دول القراءات اللي حضرتك قرأتهم دول ما مش هنحسبهم من ضمن التصوير هم تحس ان هم لسه مخضوضين يعني عايزين صحيح يلا مخضوضين ومش عارف في ايه فاحنا عايزين يعني نرد يعني انا بتمنى لو نرجع تاني لآية وإذا سألك عبادي عني تقولها يا شيخ أحمد والشيخ سيد يقولها كل واحد بطريقته ونسمع لان دي اللي هيبقى المعيار ناخد شهر رمضان بقى ناخد حياة شهر رمضان نعم خليها شهر رمضان اتفضل يا سيدي اتفضل يا شيخ اتفضل براحتك كده مولانا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم نعم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم نعم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تولي مولانا عم الشيخ سيد. تفضل مولانا. شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى مع عم الشيخ محمد رفع. نعم تعليق. أيوة تعليق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. متأثر انت امانه بالشيخ رمضان؟ طبعا. خلي لك شويه مع الشيخ رفعت كده. ما شاء الله عليك. تفضل. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله 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 الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك يا مولانا ما تهربش. وإذا سألك عبادي. حاضر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. الله الله. تاني تاني. الله 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 الله. الله 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 الله. وإذا سألك
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب. الله الله الله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما شاء الله. نعم ربنا يكرم. الله. نستقبل اتصال. السلام عليكم. الله يبارك. اهلا وسهلا. زملهم. اهلا بك تفضل. بارك الله فيك وبارك. ربنا يكرمك استاذ عبد الله. الكرام. سيدنا الشيخ سيد وردة. أهلا نعم. وسهلا. وشيخنا الكبير الشيخ أحمد مطاوع. الله يبارك فيك يا سيدي. الشيخ عبد الله الشرقاوي بتاع الأليوية شبرا الخيمة. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. تصحوا السلامة. منورين الشاشة ومنورين الدنيا كلها. ربنا يكرمك. في هذه السهرة الكريمة الطيبة القرآنية. مقرئ يا شيخ عبد الله ولا إيه؟ نعم. مقرئ. إن شاء الله بإذن الله. طب يلا سمعنا وإذا سألك عبادي عني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم نعم. سلام. اللي سوية. فإني قريب. الله يكرمك يا شيخ عبد الله. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. شكرا ربنا يكرمك. فتح الله عليك. معنا اتصال اخر من اليمن استاذ عبد الحفيظ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا. استاذ ملهم. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله بخير. في نعمه الحمد لله رب العالمين. شهر مبارك علينا وعليكم. يا رب جميعا يا رب وعلى الامه الاسلاميه. كيف يا استاذ احمد حسان؟ اهلا بك. اهلا وسهلا. كيفك؟ طيب بخير. الله يبارك فيك. سلم لي على ابيك شيخ محمد. الله يسلمك يا اخي جزاك الله خير. عبد الحفيظ من اليمن يسلم عليك. مبلغ ان شاء الله. بارك الله فيك. حياكم الله. الله يكرمك. حياك. شكرا. رايك في الاصوات اللي معانا يا شيخ؟ اوه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. قول براحتك ما تتحركش من شيء. حياكم الله مشايخ. الله يحييكم. شكرا جزيلا. الله يكرمك. شكرا جزيلا. ناخذ الاستاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا زملاء؟ اهلا بحضرتك. ممكن لو سمحتي اسمع صوت سورة اذا سألك عبادي عني بصوت الشيخ احمد حسن. انا ما جئت قارئا، انا جئت مستمعا. الله يبارك فيك. على رغبة الجماهير تنفذ ان شاء الله. الشيخ احمد حسن مزماره يعني بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا شيخ أحمد. يا سيد الله يبارك فيك. يا أستاذ أحمد. ألو. خليك معانا خليك معانا وهنسمع مباشرة. خليك معانا على التليفون. اتفضل يا شيخ أحمد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا يا احمد، ربنا يكرمك. الله يكرمك. شيخ احمد عايزين نسمع منك ابتهال. حاضر. نعم. ولو دقيقتين حتى مولانا. حاضر تفضل. إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك يا رب. إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تغضب فمن يرحم سواك. الله أحسن مولانا الشيخ سيد. كل القلوب إلى الحبيب تميل. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا شيخ سيد.
بشكرك يا شيخ سيد. نشكر الشيخ سيد غردة وشيخنا الشيخ أحمد المطاوع، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير فيه إرادتنا، فلنعرف هذا التغيير. هذا الإيمان قانتين خاشعين مسلمين صبر ورق بدموع البائسين، بدموع البائسين. إيه لي الله، إيه لي الله، إيه لي الله، إيه لي الله. روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان، شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن، فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه، وفيه ما والغفران. شهر يزيد على الشهور جلالة، شهر يزيد على الشهور جلالة، شهر شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن، فيه رضا وفيه ما يرجونه، وفيه ما يرجونه والعفو والغفران. قال النبي كما روى عن ربي، الصوم لي، الصوم لي وأنا الذي أجزي به، فأفض علينا الجود يا حنان. صبر ورق بدموع البائسين، بدموع البائسين. إيه لي الله، إيه لي الله، إيه لي الله، إيه لي الله. شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو
نحو سعادتنا تحرير للعقل منير تحرير فيه إرادتنا فلنعرف هذا التغيير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الفقرة الثانية من أولى حلقات برنامجكم ميدان التغيير، ويسعدنا ويشرفنا فيها مع الشيخ محمد عبد الرؤوف. أهلا وسهلا، سعداء بيك. وأيضا معنا الصوت النادي اللي دايما بنسمعه على شاشة قناة الرحمة، والصوت المحبوب الشيخ إبراهيم حامد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وكل سنة وانت طيب. ورحب بك يا شيخ أحمد مرة ثانية. أهلا وسهلا. برحب بك. أهلا وسهلا، منور. الله يكرمك يا عم الشيخ محمد. نبدأ معك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يا سلام. الله 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 الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. نعم. يا سلام. وقفت عليك. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. الله 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 الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لا إله إلا الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحان الله. الله يفتح عليك. نعم. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا نعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم
الله اللهم آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الله يرضى عليك يا محمد. مولانا الشيخ إبراهيم، عايزك تكمل. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلق ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن
نعم الله يفتح عليك يا شيخ ابراهيم. عليك الشيخ يا شيخ محمد. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يكرمك. الشيخ محمد عبد الرافع السوهاجي، انا عارف ان انت ما شاء الله عليك مبتهل ومنشد وإن شاء الله تمثل مصر جمهورية مصر العربية في مسابقة منشد الشارقة إن شاء الله في شهر رمضان، صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يفتح عليك. الله فيك. الله يبارك فيك شيخ محمد. عايزين نسمع طيب ابتهال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. يا وتراقت الألباب صوب حماه وتسامت الأرواح في عليائها فلكم رنت للنور في علياه. يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياه والشامخات الشم أيضا أوابت منصاعة لله جل سناه والدود في صم الصخور مقدس رزاقه حقا ولا الله يفتح عليك يا شيخ ابراهيم. بسم الله ما شاء الله. شيخ ابراهيم. لا اله الا الله الزم حمى الله لكي تسعد بدنيا واطلب رضاه واطلب رضاه
واطلب رضاه لكي تسلم بأخرى. وقدم الخير وقدم الخير لا تبخل به أبدا. وقدم الخير وقدم الخير فلا تعلم يسرا. فلا تعلم يسراك بيمناك. ايوه مولانا احنا عشان بس وقت الحلقه ربنا يكرمك وقت الحلقه انتهى وإن شاء الله وقفت معاك وقفت فلازم نتوقف وإن شاء الله تبقى معنا بإذن الله الحلقة الجاية. ربنا يفتح عليك يا شيخ إبراهيم. أشكرك يا شيخ إبراهيم أشكرك يا شيخ محمد جزاكم الله خيرا. وأشكر الشيخ سيد طبعا أشكر الشيخ سيد وردة وشيخنا الشيخ أحمد مطاوع ربنا يبارك فيهم. تفضل شكرا جزيلا. أشكرك أنت كمان. شكرا ربنا يكرمكم. مشاهدينا الكرام في نهاية اللقاء يعني بنتوجه بخلص الشكر لكل من شرفنا في حلقة اليوم وانتظرونا في حلقة الغد بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قوية جدا مع فضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات معا في حلقة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا مشاهدينا الكرام أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد ميدان التغيير ميدان بالخير وفير ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير تحرير نحو سعادتنا تحرير للعقل منير تحرير فيه إرادتنا فلنعرف هذا التغيير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09000516 وحمل برنامج العمره